سجلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 38664 استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وأشارت الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقراً إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 732197 منذ بدء الوباء. وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وبذلك تكون الصين قد سجلت أدنى حالة إصابة جديدة بكورونا منذ 17 من مارس الماضي، في وقت سجلت كوريا الجنوبية لأول مرة منذ شهرين رقما أحاديا للإصابات. تجري الاستخبارات الأمريكية وجميع الجهات الأمنية تحقيقاً على أعلى المستويات لتحديد منشأ الفيروس في الصين وتقديم تقرير كامل في الأشهر المقبلة، بحسب ما كشفت قناة فوكس نيوز. وأوضح تقرير للشاشة أن الصين قامت بجهود مبكرة وسريعة للتغطية على هذا الحادث، وهو ما رصدته الاستخبارات الأمريكية. ويشير التقرير إلى ثقة متزايدة في أن تفشي كوفيد-19 قد نشأ في مختبر ووهان، ولكن كجزء من محاولة الصين لإثبات مكانة أكبر من قدرات الولايات المتحدة في تحديد ومكافحة الفيروسات.